عليكم جميع الأهل والأصدقاء. اليوم بغيت نشارك معكم، بغيت ندير الكوتي. اختاريت ندير كيكة خفيفة سهلة مهلة، غير بجوج كيسان ديال القهوة وبالكاكاو، مهم بالنكهة ديال القهوة كحلة سائلة. بغيت نشاركها معكم، تبعوا معايا المراحل وطريقة التحضير. بالنسبة لي أنا اختاريت نخلط جميع المقادير في المولينيكس. اللي بغى يدير طراب اليدوي يديرو، بغى يطرب بالطراب الاخر حتى هو هذا. انا مهم اختاريت نصوب كيكه ديالي في المولينيكس. غادي نوضعوا البيض ان شاء الله بحول الله. صافي، غادي نضيفوا جميع المقادير الجافه الا الخميره والكاكاو. بالنسبه للخميره والكاكاو غادي نديرهم حتى المرحله الثانيه، ولكن الزيت ما تنستعملوش كاع. غادي ندير هاد الكيكه تنديرها على شكل الفورينوار باش ما تجينيش دهنيه بزاف، لان في التالي تنسقيها وتتعطي واحد اللمسه زوينه. تبعوا معايا المقادير. صافي، دابا من بعد ما طحنا ديك المقادير في المولينيكس، غادي نكبوها في واحد الجبانيه ديالنا، وغادي نضيفوا الكاكاو. كما قلت لكم الكاكاو والخمارات تنخليهم حتى المرحله الثانيه. صافي، غادي نبقاو نخلطوا حتى غادي يمتزج الخليط كله. وحاولوا تجربوها، لان بالقهوه تجي على النسمه ديال القهوه والله الا تجي زوينه، والنسمه ديال الكاكاو يعني الحمد لله. الكيكه كلشي تيعرف يديرها، غير تتبقى تختلف غير بالمكونات، ما تتبقى كيكه تبارك الله على النساء المغربيات. دابا غادي نبقاو نضيفوا طحين شيئا فشيئا، 250 غرام ديما تنضيفوها. واذا كانت القهوه 3 الكيسان ولا 4 الكيسان يعني ضروري تضعفوا المقادير، شويه الخل باش تجي مسفجه وما تتخليش نسمه ديال البيض في الكيكه. صافي، هكا تنبقى نخلطو طريقه سهله وسريعه. يجيو عندك شي ناس على غفله هكا تدير لهم كيكه دغيا في ربع ساعه، الحمد لله تتقبطها وتحشيها في الفران وهي واجده. تتبقى الخماره اخر مرحله هي الخماره، لان باش تبقى شاده راسها باش ما تتبردش، باش تبقى شاده راسها. هذه الطريقه، تبعوا معايا المراحل نقطه بنقطه باش ننجح لكم الطريقه. كما العاده، صافي ملي سالينا من الكيكه غادي نقبطوا اللاطه ديالنا، غادي ندهنوها بالزبده، ندردروا عليها الفرص بحال اللي تيديروا جميع السيدات. تنكبوا الخليط ديالنا مزيان، تنحاولوا نقادوه على اللاطه كلها. صافي، وتنكونوا شاعلين على الفران واحد شويه وناقصين عليه من قبل، هي واحد شويه. صافي، تندخلوها الفران. هذه الكيكه ديالي بعد ما خرجات ها هي، تنتكوها بالفرشيطه باش الا كبينا عليها الخليط ديال الصوص ديالنا غادي يدخل فيها. هنا درت الحليب والكاكاو وزدت عليهم واحد طانيط كراميل، سقيتو بهم. غنبقى ندخلو هكذا حتى يدخل ديك التقيبات ديال الفرشيطه. صافي، حتى تشرب الكيكه ديالنا كلها. غنولي نزيد عاوتاني حتى تشرب باش تجي معلكه، تجي زوينه. دغيا تتصوب، وجربوها وردوا عليا. تنتمنى اللي وصل لهاد المرحله ما يبخلش عليا باللايك والاشتراك، ويحط لي شي تعليق، يا مزيان يا قبيح. المهم انه
اي حاجه تزيدنا القدام باش نعطيكم حوايج جديده من عندنا وبسيطه. تنزيدو ودانيت كراميل حتى هو تيعطيها نكهه زوينه. صافي هادو هما المقادير بسيطه، تنبقاو نغلفو بها الكيكه ديالنا كلها، ومن بعد تنزينوها. اللي بغى يديرها على طريقه يزلجها، بغى يدير عليها اللوز إفيلي يمكن له يديرها جنجلان، مهم كل واحد والطريقه ديالو. انا فضلت نزلجها تجي زوينه. وجربوا هاد المرات تبقاو تخلطوا دانيت كراميل مع دانيت ديال الشكلاط، تيجي زوين، تيعطي واحد النكهه زوينه بالخصوص فاش تشرب. وبصحتكم وراحتكم، هذه هي الكيكه ديالي بالطريقه ديالي البسيطه المنزليه اللي تتعجب وليداتي، ودرتها في ربع ساعه ما كملاش دغيا دغيا وبمقادير بسيطه ومنزليه. ها نتوما تتشوفوا، درت لها الجنيبات بالجنجلان وخليتها تبرد شويه لان الكيكه فاش تبرد عاد تجي لذيذه. وبصحتكم وراحتكم، واي حاجه بالنسبه للمبتدئات خصهم يجربوا اي حاجه، واخا ما تصدق لهمش الساعه الاولى يوليو يجربوا الساعه الثانيه. وشكرا على المتابعه، وتنتمنى انكم تدعموني وديروا لي شي تعليق اللي عجبني واللي حفزني باش نبقى نعطيكم الجديد ان شاء الله بحول الله. كانت هذه الكيكه ديالنا، ها نتوما كيفاش زينتها، زلجتها بطريقه راه تيعرفها الجميع. درت لها في جنيبات ديالها زنجلان اللي هو السمسم، وجات زوينه ولذيذه، وشاركتها معكم. اي حاجه زوينه وسهله غنشاركها معكم من دابا الفوق ان شاء الله بحول الله.